خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ثانية أرحمكم الله. ثالثة يغفر الله لكم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لمصائب الزغرى غجرت المضجع وأذلت قلبي من جفوني أدمعا. أفكان من حكم النبي وشرعي أن تضرب الزغراء ضربا موجعا. أوصل إلى بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بغاء تقطع جمعوا على بيت النبي محمد حطبا ومن البتول الطغر رض الأضلعا وضعت وراء الباب حملا لم يكن قد آن لولا عصر غائن يوضع. ومضى قادوا علي ومضوا بكاف غاي غرول طيع. لولا الوصية لم يغرول طيعا خرجت تعثر خلفهم تدعوهم خلوا ابن عمي خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء. رجعوا إليها بالسياط فسودوا أنا مناد وفاطمة. رجعوا إليها بالسياط فسودوا بالضرب من غامت نغاكي ترجعا.
الجار بيك الصار للزغرة ما تحميها. وين الون وين الون وين الصرخة على أم الحسن يا حامل جار بيك الصار للزغرة ما تحميها. تبكي وتشتكي وتسمع بواكي غوشكاويها للزغرة ما تحميها. يا ابو الحسنين بيك الصار سافك قلت حدوده. يا فرقت يا كرار يوم القام جولكم وجوا بابكم بالنار والزغرة تدافعهم ما تنغر يواليها بيدها تدافعهم خوف وروح راحة. اقرأ اقرأ عنهم لوذت بالباب عصرها لما طاح كسر وضلعها بالباب. وين الصرخة على أم الحسن؟ وين الضج على الزهرة؟ كسر وضلعها بالباب طرحت محسن وصاحت تعالي لي فضة تريد بس وحدة تبغى تصيح وتندغ بفضة يا ابو الحسنين وانت تشوف ما رديت لهفتها وانت غاف كلمة الهوف ردوا لك حاطوا بيك قعدوك بحبل مجدوف ما شفنا قبل يومك اشياق تقود راعيها ما شفنا قبل يومك ليث الغاب بيد ذياب انت اللي غاب عليك وسط الغاب ليث الغاب انت الطوعت الجيل. اقرأ اقرأ وانت اللي دحيت الباب اولها بنات الدين والهدموه تاليها. شنو تاليها؟ قالت يا يا ليق تالي قل شجاني وزاد همي وهيج الغمي وارخى يا 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 صغالي دموعي وجر من الجفن دمي يوم صاحت الزغر خلوا عن ابن عمي قال يوم صاحت الزغر خلوا عن ابن عمي صاح الرجس يا قنفين ولك بالصوت رد له يألمك يألمك هالبيت تألمك المصيبة يا رد له
وعغا ولو وعغا وغتنان لفرع واشتكي لله بكل اللي علي ساد يا خلوا على الكرار لتيتمون أولا تبجي والعصا ولا تتلوى علي دغ من كثر الضرب ما ضل حال الغولا ضل حير لما ماتت بغصته يا ويلي ولا يفيد الويل غسل علي بيده وشيعه ودفنها بليل وظل بس يسجب العبرة وبس يتلغف عليه وظل بس يسجب العبرة يا وبس يتلغف عليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. جاء في كتاب فضائل الزهراء عليه السلام للحاكم النيسابوري يقول وقد صحت الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقوم إليها ويستقبلها ويقبل يدها كلما دخلت عليه. يقول صحت الرواية. وين الرواية؟ قال كما حدثنا أبو العباس حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان إلى أن يصل السند إلى زوجة النبي صلى الله عليه وآله عائشة أنها قالت تقول ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبل يدها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخلت عليه قامت له ورحبت وقبلته دخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها فأسر وأسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت. تأملوا آبائي إخواني تأملوا تأملوا في هذا الخبر. فقلت في نفسي كنت أظن لهذه المرأة فضلا بينا فإذا هي منهن بينا هي تبكي إذ هي تضحك. فسألتها سألت عن ماذا؟ عن ماذا؟ أسر النبي. فقالت إني إذا لبذرة. بذرة هم الحاكم النيسابوري يتعرض إلى الكلمة يقول هذه مفسرة في الصحيحين هذه الكلمة شنو بذرة؟ البذرة هي التي تفشي السر هي التي تذيع الخبر وكأنما الزهراء عليه السلام تقول
إني إن أخبرتك بسر رسول الله صلى الله عليه وآله إني إذن لبذراء وحاشاها صلوات الله وسلامه عليها. إني إذن لبذراء. تقول فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله سألتها فقالت، هذا بعد وفاة النبي، سألتها مرة ثانية فقالت أسر إلي أنه ميت فبكيت، ثم أسر إلي أني أول أهله لحوقا به. هذه الرواية موجودة في كتاب فضائل الزهراء. قبل أن أتي إلى الرواية، طبعا الحاكم النسابوري شي يقول؟ يقول وأنا ذاكر بمشيئة الله، يعني في الكتاب شنو بتذكر؟ يقول ما وقفنا عليه من فضائل الزهراء. شنو الهدف؟ شنو هدفك؟ مو أنت بتجمع فضائل الزهراء بتذكر فضائل الزهراء، إلك هدف، عندك مغزى، شنو الهدف؟ قال ليعلم الشحيح بدينه محلها من الإسلام فلا يقيس بها أحدا من نساء هذه الأمة. مو يفضل امرأة عليها، لا 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 لا، حتى يقرأ الكتاب ويتأمل المؤمن هذا ليعلم الشحيح بدينه محلها. هذا الذي، هذا الإنسان المؤمن، هذا الإنسان المسلم عندما يتأمل في تلك الروايات المباركة ما يقيس بها امرأة من نساء هذه الأمة، مو يفضل، ما يقيس. زين، نجي إلى هذا الخبر اللي ذكرناه. هذا الخبر، هذا الخبر من الفضائل العظيمة لفاطمة عليه السلام. يقول الحاكم النيسابوري، يقول وهذا الخبر صحيح على شرط الشيخين. هذا الحديث شنو؟ صحيح. ليش؟ قال لأن رواته كلهم ثقات، كلهم ثقات. خلي بالك وياي، هنا أربع إشارات مهمة. أول إشارة تقول الخبر، تقول زوجة النبي صلى الله عليه وآله وكانت إذا دخلت عليه رحب بها، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها. هذه أول إشارة. شنو؟ هنا سؤال جدا مهم. هذا التعامل من النبي والتعظيم والإكبار من النبي، هذا التعظيم من النبي، هذا التقدير اللي يصدر من النبي، هذا صدر مرة واحدة لو مرتين لو ثلاث، لو هذا تعامل مستمر مع الزهراء، شنو تقول الخبر؟ أول إشارة ماذا قلنا؟ وكانت إذا دخلت عليه، يعني هذا التعامل ما تقول يوم من الأيام دخلت الزهراء، لا، أو في بعض الأيام دخلت الزهراء فرأيت النبي يتعامل معها هكذا، لا، وكانت إذا دخلت عليه. ولذلك الحاكم النيسابوري يقول وقد صح الخبر أن النبي كذا وكذا كلما دخلت عليه، يقول كلما دخلت عليه، التفت، يعني تعامل مستمر. الإشارة الثانية وكانت إذا دخلت علي رحب بها وقام، وقام مو لها، وقام إليها، فرق، قام لها وقام إليها. قام لها يعني قام في مكانه، وقف في مكانه، أما قام إليها النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ يخطو نحو الزهراء، يقبل على الزهراء عليه السلام. الإشارة الثالثة في هذا الخبر في فضيلة، في فضائل الزهراء عليه السلام، فأخذ بيدها وقبل يدها. شوف هنا هذه الرواية، ليش نقول هذه من الروايات المهمة؟ لأن موجود روايات أن النبي كان يقبل فاطمة، لكن التقبيل لما أنت تقول وقبلها، الضمير راجع إلى وين؟ راجع إلى من؟ راجع إلى الزهراء وقبلها. يأتي مثلا المفسرون الباحثون يقول لك، العلماء يقول واحد هذا راجع إلى مثلا جبينها على رأسها من خلال استقراء الأخبار الأخرى،
لكن هذه الرواية تشير بوضوح أنه كان يقبلها في وين؟ في يدها، يأخذ بيدها ويقبل يدها. بعد وأجلسها في مجلسه، وأجلسها في مجلسه. هذه الرواية، هذا الخبر المبارك الواضح في فضيلة في فضائل الزهراء عليه السلام. البعض ايش قال؟ بعض حتى يقلل من هذه الفضيلة قال هذه عاطفة أبوية، هذه عاطفة أبوية، وأن النبي صلى الله عليه وآله يحب الزهراء فكان يتعامل معها هكذا. العاطفة الأبوية ليس من المعروف والمعتاد والمألوف أن الأب يتعامل مع ابنته بهذه الطريقة. سامعين واحد بهالشكل؟ أب عمره ما يقارب 60 سنة، البنت ما يقارب عمره 14-15 سنة، سامعين أب يتعامل مع ابنته هكذا؟ لو هذا غير مألوف. حتى في ذاك الزمن، حتى في ذاك الزمن مروي أنهم كانوا يتعاملوا. نعم سمعنا في حق فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح، لكن هذا العاطفة الأبوية. إذا فسرنا على العاطفة الأبوية، العاطفة الأبوية هكذا، هذا المألوف بين الناس حتى في ذاك الزمن. سمعتم في الأخبار، سمعتم في القصص، أب يقوم إلى ابنته يأخذ بيدها، يقبل يدها، يجلسها في مجلسه. ولذلك نحن نقول هنا مو المسألة عاطفة، النبي كان يقدرها ويحترمها ويجلها ويكبرها ويعطيها من ذلك التقدير والجلالة، وما ذلك إلا لقربها من الباري عز وجل. كان وفق تلك المرتبة التي لها عند الله يتعامل معها النبي صلى الله عليه وآله. إش قد عدها من قرب إلى الله النبي كان يتعامل معها من خلال تلك المرتبة والكرامة التي لها عند الله سبحانه وتعالى. مو يتعامل معها لأنها ابنته، وإلا إذا قلنا لأنها ابنته، زين ماذا تقولون؟ على قول من يقول بأن للنبي بنات من خديجة، زينب ورقية وأم كلثوم. سامعين الروايات جاءت في حقهن كما جاءت في حق الزهراء عليه السلام. أم تقولون بأن النبي يفرق في العاطفة بين بناته؟ لولا كان التعظيم لفاطمة وفق مرتبة لها عند الله، درجة عند الله، وفق تلك الدرجة كان يتعامل معها النبي، ووفق ذلك المقام. خليني أختم بفائدة. ابن القيم يذكر فائدة، يقول هل حجرة النبي أفضل أو الكعبة؟ منو أفضل؟ حجرة النبي لو الكعبة؟ يقول قال ابن عقيل، ولعله يقصد ابن عقيل المعروف بابن عقيل الحنبلي، يقول قال ابن عقيل سألني سائل أيما أفضل، حجرة النبي أم الكعبة؟ فقلت، الكلام يذكر ابن القيم والكلام لابن عقيل، فقلت إن أردت مجرد الحجرة، تريد بس الحجرة، بس الحجرة، قال الكعبة أفضل. إن أردت مجرد الحجرة من أفضل؟ الكعبة. قال وإن أردت وهو فيها فلا والله، فلا العرش وحملته ولا الأفلاك الدائرة ولا جنة عدن، لأن فيها جسدا لو وزن بالكونين لرجح. لأن بالحجرة جسد. هنا ابن عقيل لما يذكر كلام ابن القيم يتكلم عن شنو؟ أسألكم بالله أبائي إخواني، يتكلم عن الروح لو الجسد؟ يتكلم عن شنو؟ عن الجسد. يقول لأن بالحجرة جسدا، ما يتكلم عن الروح. إذا كان جسد النبي بهذه العظمة،
والمسألة راجعة إلى جنة عاد، راجعة إلى الأفلاك الدائرة، راجعة وين المسألة؟ المسألة يقول فلا العرش، فلا العرش، ومن وياه؟ وحملته، وحملته. متصور أنت المسألة الأولى، ومن الذي يحمل العرش؟ ابن عقيل يقول لأن بالحجرة جسده، ما يتكلم عن الروح. إذا كان الجسد بهذه العظمة كيف بروح النبي؟ ممكن أن تحد؟ ممكن أن تقاس؟ ومن روحه؟ من روحه؟ فاطمة بضعة مني وهي روحي التي بين جنبي. تتعجب؟ تتعجب لما يقول الخبر فقالت لئن لم تخلوا عن ابن عمي لأنشرن قميص رسول الله على رأسي ولأدعون الله عليكم. شوف إهناء كلام الزهراء عليه السلام، كلام يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى تدبر. تقول فما صالح بأكرم على الله من أبي، ولا الناقة مني ولا الفصيل من ولدي. يقول فرأينا جدران أساس حيطان المسجد قد تقلعت من أساسها، ولو أراد رجل أن ينفذ لنفذ من تحتها. تتعجب؟ تتعجب أساس حيطان المسجد تقلعت من أساسها؟ ما تتعجب شنو حصل بقوم صالح؟ تؤمن باللي جرى على قوم صالح لو ما تؤمن؟ شنو سووا؟ فعقروها، فعقروها. لكن المسألة هنا تختلف. شنو هنا المسألة؟ إن الظلم انصب على من؟ على قلب النبي، على روح النبي. جسلمان يقول لي سيدتي ومولاتي إن أباك بعث رحمة فلا تكوني سببا في هلاك هذه الأمة. قالت لتلومني لا غاجت أحزاني يا سلمان، جنك ما تدري بالذي فعلت العد، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، هجموا علي داري أساتر ما علي، والمرتضى جالس وعبرات جرية ينظر بعين بابنا وجه النيرة، لتلومني ضلع انكسر بالباب قوة، ما قصروا بينا عديمين الأمروة، جنك ما تدري بالعبد بيه سوا، سقطني المحسن وخلى الجسد نحلى، جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان، وبس عاين تحيدر ملبب قايدينا، واسمعت شبل الحسن يندب راح أبونا، غصب علي طلعت خوفي
يذبح عيونا يا يا وتتيتم أولادي عقب فارس الفرس. اقرا اقرا. ظليت دافعهم وظنت يرحموني وما لو علي بالساط وظلوا يضر. والله يا سلمان الرجس ورممتوني قصدي ابفشك واي للواحد الديا. خلني يا سلمان اشتكي ذايب وفادي يطلع علي الكرار لو زلزل الوادي. والله يا سلمان الرجس روح اولادي. هذا جزى الإحسان من عدهم يا سلمان. والله يا سلمان العبد دم برقبته وحق والدي جنين الحشا ماتوا طرحته قصد غلاك من أجام. والله عرفته وما قبلت ترجع إلا بكافلها الزهراء. ما قبلت ترجع إلا بحاميها إلا بكافلها. شنو يذكرك الموقف؟ رجعت بأمير المؤمنين. شنو يذكرك الموقف؟ ما أدري. بعد زينب بأيام الأربعين رجعت إلى المدينة. قالت شاقول خويا للعزيز الثاكل أمك لو سايلت عنك واجغب يا حق بيا حيال. ما عندك دمعة؟ ما عندك صرخة؟ ما قدر أقول لقد تركني بغير والي. ما قدر أقول لقد الولي قطعة وجفوفة ورايا سبع مد مفضوخ ومخه على جتوفة وبدرج يا يما بكربلا يصاير خسوفة وبدرج يا يما بكربلا يصاير خسوفة يا وكأني بالزغرة بعد أبي غاشت ناحلة الجيز منادة الرود رحم الله من نادى وفاطمة كانت تخرج إلى ذلك القبر الشريف تبث آلامها إلى رسول الله. ماذا يا على من شم تربة أحمد. كنا جر الونة ألا يشم مدى الزمان غوى ليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليا ليا. يلا هذه أبيات الختام هذه أبيات ختام المجلس. قالت دق دعاي مساعدي ولطمت عيوني. دق عين وعاين ساعدي
ولطمت عيوني وشاط العبد والرام يا ابو القاسم متون هجموا علي داري وما حد وقاف دوني بعدك يا ابو براغيم قلبي شلون ما يذوق يا ظلالي الضاف العدايه قطع وظلالي اقعد بحر الشمس من حولي اطفالي وارجع وعاين من برايا يا ابو يا خالي وعندي كفيل تدير اغلى عالم يمينه وبالصبر وصيته يا سلطان المدينه وقومك عليه وقلوب همم ليه ضغينه بدر احد وحنين بيغن صبح مطلو قالت امر العبد وضربني امر العبد وضربني ومن ضربة للقاح ذبني ولنكسر قلبه ولا رحمني وأوصت لعلي مكسور قلب الزهراء أوصت لعلي بأن يخفي قبرها وبالفعلها وبالفعل لما استشهدت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام تجمعوا حول الدار خرج أبو ذر يقول لهم تفرقوا تفرقوا أيها الناس لقد تأخر تشيع جثمان بيت رسول الله هذه العشية لما جن الليل بيت الدعاء وأسألك الدعاء في شفاء مريضه مثل ما وصت الكرام مثل ما وصت الكرار بالليل ان عشاله شق بيد ضريح الغيم يا وسفة والدمع ساله سوى نزل علي بقبره يا ويلي والترب غاله على غوصاح يا المختار امست عندك الوضع يقل لا يا رسول الله عصرها وطقت ضلوع الطبق سمح لي يا رسول الله قال يا رسول الله ونبت مسمار بابك بالصدور يا رسول الله وصقاب محسن حمل غا بالعصور ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى الثرى اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اشفي كل مريض غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم وفقنا لما تحب وترضى وارزقنا حسن العاقبة المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم اشفي مرضاهم ارحم موتاهم إلى موت المؤسسين وموت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة
مع الصلوات.